السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد خاص بالناس المقيمين في ألمانيا وتم رفض طلب اللجوء بتاعهم وعندهم اللي هو الدولدونج أو منع مؤقت من الترحيل. أي حد بيقدم طلب لجوء في ألمانيا يا إما بيتم قبوله يا إما بيتم رفضه. لما بيتم رفضه بيقدم هو طعن مرة واتنين، وبعد ذلك بيكون الرفض نهائي وبيصدر في حقه قرار ترحيل، يا إما بيتم ترحيله مباشرة يا إما بيكون عنده حاجة اسمها الدولدونج وبيبقى ده منع مؤقت من الترحيل نظرا لظروف البلد اللي هو فيها. ما ينفعش إن هو يتم ترحيله الآن، وعلى سبيل المثال الأفغان مثلا وإخواتنا العراقيين بيتم مثلا بالصدور في حقه رفض في قضية اللجوء بتاعته، وبيكون المفروض إن هو هيترحل ولكن يمنع من الترحيل نظرا لظروف بلده اللي هي العراق أو أفغانستان. عندنا النهاردة ولاية شمال الراين فيستفاليا، دي ولاية من الولايات الألمانية. البرلمان بتاعها النهاردة أصدر قانون جديد وممتاز جدا بحق الناس اللي هم ما عندهمش حق اللجوء والمفروض ان عندهم ترحيل بس ممنوعين مؤقتا منه. القرار ده هيفيد الناس وهيسعدهم جدا، فخلينا نطلع نشوف المقدمة بتاع الفيديو عشان نبدأ في شرح القانون اللي أقره البرلمان في هذه الولاية. طيب زي ما قلنا الدولدونج هو منع مؤقت من الترحيل، يعني انت كده كده هيتم ترحيلك بس اصبر شوية. طيب القانون ده صدر فين؟ صدر في برلمان ولاية شمال الراين فيستفاليا، دي ولاية من الولايات الألمانية صوت على القانون الجديد لتخفيض عدد الأشخاص اللي عندهم منع مؤقت من الترحيل. يعني الناس اللي في الولاية دي عددهم كتير جدا اللي هو مرفوض طلب اللجوء بتاعهم المفروض عندهم ترحيل بمنع مؤقت. البرلمان صوت ان هو يتم تخفيض عدد الناس دي. طيب التخفيض هيتم ازاي؟ البرلمان بالتعاون مع الولاية وزير اللاجئين هناك اصدر القرار ده، القانون تم التصويت عليه بالتعاون مع البلديات. هيتم النظر للاشخاص اللي عندهم دولدونج اللي هو ترحيل بمنع مؤقت، ترحيل بس مؤجل الى حد ما الى وقت ما. هيتم النظر للناس دي اللي منهم يستحق الترحيل مسبب مشاكل عنده حق في الترحيل لازم يمشي هيتم ترحيله، والناس اللي اندمجت بشكل افضل يعني اتعلم اللغة بيعمل عنده اعمال طوعية، والاهم من ده كله لا يكون عنده سجل اجرامي. الناس ديت هيتم العمل معهم ومع البلديات ومع برلمان الولاية وزير اللاجئين لمنحهم اقامات دائمة. خلي بالك مش اقامة مؤقتة، اقامة دائمة. طيب ايه يا عم اللي حصل؟ اللي حصل ان القانون بيتكلم تحديدا عن الناس اللي بقالهم كتير. احنا نعرف ان في ناس بقالها 5 سنين وعشر سنين عنده دولدونج، يعني هو عنده رفض قضية اللجوء بتاعته وعنده ترحيل بس تم تأجيل الترحيل لأجل مسمى او اجل غير مسمى. القانون تم اعتماده زي ما قلنا يوم الاربعاء اللي فات في جلسة البرلمان وطلع للنور امبارح بالليل. طبعا في تفاؤل كتير وطبعا في تشاؤم، بعض الناس بتقولك طب انا ممكن يتم ترحيلي. طيب يا سيدي انت لو لم تكن من اصحاب المشاكل ما عندكش سجل اجرامي، لو انت حد، وانا عارف ناس كتير عندهم دولدونج وبيروح على المدرسه وبيشتغل بدوام كلي فول سايت، فالناس ديت بشره ساره ليهم جدا جدا جدا. الناس ديت لو انطبق عليك الشروط من ناحيه انت بتتعلم اللغه، انت عندك اعمال طوعيه، طبعا ده مش شرط بس اهم حاجه ان انت تكون شخص مندمج بشكل افضل في المجتمع الالماني، ما تكونش مثلا من الناس اللي هي ليل نهار عماله تشرب وتسكر، لا بيروح مدرسه ولا بيروح شغل، وفوق ده كله بيعمل مشاكل وبيعتدي على الناس وعنده سجل اجرامي. فده القانون الجديد اللي حبينا نقول لكم عليه، وطبعا دي بشره ساره. ممكن الولايات الاخرى الالمانيه الولايات ال15 اللي باقيين يحاولوا يقلدوا ولايه الان ار في في القانون ده ويحاولوا يصدروا قانون زي ده بحيث ان هم يا اما يتخلصوا من الناس اللي عندهم ترحيل بمنع مؤقت ويبعتوهم لبلادهم، يا اما ويشوفوا الناس اللي هي تستحق ان هي تاخد اقامه. وزي ما قلنا الاقامه هتكون دايمه بس بشرط ان انت تكون مندمج افضل في المجتمع الالماني. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لنا لايك سبسكرايب وشير للفيديو، ولو عندك اي سؤال خاص بالموضوع ده او بموضوع الماني او هولندا اكتبه لنا في التعليقات وان شاء الله هنرد عليك باقصى سرعه. السلام عليكم.